طبعا نحن الآن نوثق جانب من خط طريق جبل صالح سعيد، ونحن الآن في مملكة جولق وضواحيها، ونثبت لأبنائنا الداعمين والباذلين عن طيب نفس وعن طيب خاطر، ونقول لهم ما بذلتموه فما أنتم مشكورين، وما أعطيتم فأنتم عليه مأجورين، ومع ذلك سطرتم معجزة المعجزات في زمن الإضمحلال وفي زمن ألا دعم وألا موازنة وألا نفط وألا غاز و و و و و ومع ذلك كنتم أكبر وبالمسؤولية أقدر. وهذا هو الملف الأول، ملف أو فرع علي أو فرع ملك مملكة جولق وضواحيها، وأنا هنا أوثق ليس وأنا هنا أوثق مدى سعة الملفات ومدى عرضها ومدى اتساع الخط، لأن هناك صورة عالقة في الذهن أخذت عن بعد، والذي صورها هو عمار حسن عيل جبل من القرية العالية، فكانت المسافة يعني بعيدة الصورة، فأظهرت الخط بوعورة يعني منقطعة النظير، والملفات تكاد تكون معدومة. فنحن اليوم نوثق، وهذا الخط أمامكم، وهذه السيارة تلف أمامكم بدون رجوع إلى الخلف أو بدون أخذ مرة أو مرتين. وهذا طبعا الملف الرابع من العد من الأدنى، أما من الأعلى فهو الملف رقم 9، وهذا الملف كما ترون أمامكم. ثم سنواصل إلى وهذا العمور، وقاتل عمور قاتل حبيب علي أحمد مسعد الجبل حفظه الله، وهذه الأمرع بقايا الأمرع وبقايا المياه تابعة له، ونحن نواصل مشوارنا المقدس في طريق جبل صالح سعيد. وأنا هنا اليوم هذا أوثق جانب ضئيل وبسيط، وهو سعة الملفات، لأن الصورة كما ذكرت أخذت من رأس الجبل، وسوف أصور لكم وأحدد لكم من أين أخذت الصورة التي أخذها بعض المغرضين وبعض ضعفاء النفوس ليشوهون بالتلمية في ريمة من جانب، ثم ليوصموا التوجه الرسمي الذي يدعم المبادرات بالعجز، أو بأنها عبارة عن أعمال لا ترقى إن تكون طريق، حتى أن بعضهم قال هذه الطريق المنحدرة شديدة الوعورة يعجز عنها من يمشي فيها بالأقدام، كيف أن يقولوا إنها خط لطريق سيارة؟ فوا عجب، هذا هو الخط أمامكم، واللي والصورة تكذب من قال. وتلكم البلاد أو هذك البيت وهذك في أعلى الجبل أخذت الصورة من هنا من هناك إلى هنا، والمصور عن حسن نية أراد أن يظهر القريتين معا، فظهرت الصورة بصورة يعني مش لائقة أو مش ولا بد معبرة عن ما بذله الناس وعن ما هدمت من أموال طاحنة، أموال عظيمة. إذا قلت لكم لقد سحقنا من هذا السهل بأكثر من ملياري دولار، فقد ظلمنا الملاك وظلمنا الناس، لأن الطريق كبير ومشروع استراتيجي عظيم، وأبناء جبل صالح سعيد أبنائهم يبذلون الفلوس، والآباء هنا يبذلون الأراضي عن طيب نفس عن طيب خاطر. لذلك كان لزاما على الباقين أن يقدسوا أو يجلوا مثل من يعمل بهذه الطريقة الرضائية، الطريق أو هذه الأسلوب في التعامل الراقي مع التنمية. لم تجد رجلا واحد يوقف أمام البناء والإعمار، بل الكل
والكل وبدون استثناء يعملون بإصرار لإنجاح العملية التنموية. وأنا هنا أوثق هذا الجانب مشيدا ومباهيا بأبناء جبل صالح سعيد الذين بذلون أموالهم وما زالوا ويبذلون فلوسهم وما زالوا الليل أكثر من النهار، عملهم دؤوب وهم بالله منتصرين ومنتصرون. وانظروا نحن الآن في سهل عباس وسهل حمرة، وهذا كما ترون أمامكم آثار أو ما بقي من القات ومن البن، من القات ومن البن، شاهدة على عظمة ما بذله أبناء جبل صالح سعيد. وانظروا إلى هذا الخط وقولوا عاشت التنمية في جبل صالح سعيد، عاش البناء والإعمار في كل اليمن السعيد، المجد والخلود لكل ريميه تنموي، والشنار والشنار ولن أقول والعار والخزي لمن يوقف أمام التنمية وأمام عجلة التنمية عثره، بل سيعثر ثم يفشل. وهذا ملف المرتاح ونحن نمضي فيه بكل أريحية وبكل راحة، والآن شارفنا على الوصول إلى قرية حمرة الجود. سلام الله على حمرة، أصبحت القائد التنموي لجبل صالح سعيد. هذه البيوت القليلة العدد الكثيرة الرجال والجيش والمدد، لن أقول فيهم إلا سلام ربي عليهم، سلام ربي عليهم جميعا، وسلام ربي عليهم في كل آن وفي كل حين. ومن حمرة الجود أو كما أسميها كويت جبل صالح سعيد نتجه نحو قطر الجرين، قطر التي يترأسها الزعيم الفذ الشيخ قاسم محسن حفظه الله ورعاه. وهذه ذي المدر، وطالما تحدثت عن ذي المدر فذي المدر تهامة الجبوب. ذي المدر منا نسبا وحسبا وهم لنا الأخوال والأصهار والأنساب، وطريقهم ستأتي من الحرف إلى هناك، ولكن ما أبعدها وما أشقها وما أسهلها على الرجال الميامين. وما زلنا نطوف حول حمرة الجود، وسلام الله على حمرة. لأريكم الفرع الذي تم فتحه إلى المدرسة والوحدة الصحية، وأيضا إلى قرية السيفة التاريخية. وهذا ميدان نشوان الجبل أو نشوان بن سلمان الجبل حفظه الله تعالى. وتلكم قرية السيف التاريخية أحدى قرى جبل صالح سعيد، حيث يممت سطر الطريق في جبل صالح سعيد، ولكن مشروعنا لم يكتمل بعد، مشروعنا لم يكتمل بعد حتى يصل السهلة ليربط ما بين مديرية قسمة ومديرية الجعفرية من الجهة الجنوبية، ويصل مشرافة وادي رماع ليربط بين محافظة ذمار ومحافظة الحديدة من الجهة الجنوبية أيضا. فنحن نعمل ليلا ونهار، وبإذن الله لن نكل ولن نمل حتى يتحقق الحلم الذي طالما حلمنا به في أحلام اليقظة. ونقول لأحلام اليقظة لقد تحققت أحلامك أيها اليقظة، وسرنا في حلم حقيقي أو في حلم حقيقي يراود الأجيال والأبطال والرجال. سلام ربي عليكم. وهذا مدير المشروع الذي لم يكل يوما عن العمل والأمل. نعم، واعتبروا كلامي أحيانا لرفع المعنوية وليس للحقيقة المطلقة. هنا شارفنا على قرية السيف التاريخية، ووصلنا إلى قرية السيف، وما أجمل السيف وما عند السيف. وهذا الدكتور قائد الذي إذا طلبت منه بس أي حاجة يبذلها بالمضاعف، حتى لو طلبت منه شوية غاز للتاير يعطيك طوال يدبه. ويا حبذا لو ترون إلى الحرقي، هذيك البيت اللي هناك بعد اسمها المنطقة الحرقي، وهذه الحقول كلها كم أنا أحلم أن تكون محميات، وبإذن الله ستكون محميات زراعية بإذن الخالق عز وجل. وهذه مدرسة جبل صالح سعيد.
وما أجمل وما وما أبهى وما أزكى وما أمدى جبل صالح سعيد شجارها وحجارها ورجالها. هؤلاء الصادقون، هؤلاء الذي لا يقولون إلا الصدق. وسأتجه قبلة وإني لمقبل بالخير بإذن الله، وأقول لقمة برد سلام ربي عليكم القمة الشامخة، وسلام الله على كل الرجال الأوفياء. والتحية من هنا بقدر ما نتعثر وبقدر ما نتألم وبقدر ما نتعب، أيضا بقدر ما نفرح ونشمخ عاليا إلى مدير عام المديرية حمدية اسمها الشيخ حيدر حسن القائد الجبوب. وللصورة الأوضح، تلكم البيت تم منها التصوير أو من أسفل منها التصوير لقرية حمراء وتولق، فلذلك ظهرت الصورة غير واضحة وجلية. وأنا هنا أوضح ما يلبس، حتى إن أحد الكرام من يمن الأماجد كتب قال يا أخ علي أما وإن تغيروا الصورة أو غيروا الطريق. فلما أثبت لهم بالوثائق الأخرى وبالصور الأخرى قال سلام الله عليكم وعلى خطكم. وأنا أقول سلام الله عليكم جميعا ورحمة منه تعالى وبركاته. لقناة ريمة التنموية، محبكم البطل علي بن قائد الجبل.